اللي حصل مع صلاح، حكاية الإزازة اللي خربت الدنيا. محمد صلاح فعلا بيتعرض لمؤامرة في ليفربول. صلاح مش هيجيب جوان تاني زي الموسم اللي فات. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة كورة كوميك. قناة كرة كوميك عندما تعشق الكرة. ايه ده بالسرعة دي؟ طيب معلش يا جماعة، دي أول مرة أطلع فيها على اليوتيوب، فهتلاقوني شوية مرتبك، شوية مخدود، بس ولا يهمكم ولا يهمكم، هتكلم عادي جدا وانتوا اكيد هتعذروني يعني، مش كده؟ نسيت اقول لكم، انا اسمي درويش. خلونا نتكلم بقى في ايه اللي حصل لصلاح. ايوه بجد، ايه اللي حصل لصلاح ببساطة كده؟ ولا حاجة. ايوه ولا حاجة، صلاح نفسه ما حصلوش حاجة. ايوه انا فاهم ان انت قصدك انه ما بقاش بيجيب جوان، يعني عندك حق، بس صلاح جايب جونين فعلا الموسم ده. مش معنى ان هو الموسم اللي فات جايب 44 جول نقدر نقول ان هو الموسم ده برضه هيعملها، خصوصا ان هو اساسا مش مهاجم، هو جناح. شغلته ان هو يدي الكورة للمهاجم يجيب جول، مش شغلته ابدا ان هو يخلص الكورة. هي مهارة والله، لو عنده خير، لو لا يبقى محصلش حاجة. المفروض ان في لعيبة تانية المفروض بتجيب الاجوان. كمان الكرة لعبة جماعية، وصلاح بيلعب في فريق متصدر الدوري الانجليزي دلوقتي، كمان بيلعب اساسي. بالنسبة ليا ابقى ظالم لو قلت ان هو ده مش نجاح، مش كده؟ هو الراجل مش مسؤول عن اننا شايفينه سوبرمان، المفروض يعمل كل حاجة في الكورة. وبعدين هقولك على حاجة، لعيبة ليفربول نفسهم بعد اللي عمله صلاح الموسم اللي فات وترشحوا لجائزة ذا بيست وجائزة احسن لاعب في اوروبا، ومقارنة صلاح مباشرة مع ميسي ورونالدو اعظم لاعبين الجيل ده، كل ده خلى لعيبة زي ساديو ماني مثلا يطمع ان هو الموسم ده يعمل كده هو كمان، مش معنى صلاح يعني. ده اللي بيخليه الموسم ده يلعب بشكل مختلف عن الموسم اللي فات، واوقات كتيرة جدا ما بيبصش الكورة لصلاح اساسا، زي الكورة دي مثلا. ساديو ماني لقى ان صلاح ممكن يجيب جول من الكورة دي، فقال لا اطلعها بره احسن، وده اللي حصل فعلا. فدي حاجة ما نقدرش نلوم عليها صلاح، لاعب زميله في الفريق شايف نفسه وخلاص، نعمل له ايه يعني؟ العمل عمل ربنا. حكاية الإزازة بقى، بص بقى، في الإعلام في حاجات كتير نقدر نعمل عليها ظبط ونتجاهل حاجات تانية. لقطة معروضة بتبين إن صلاح رمى الإزازة اللي كان بيشرب منها بعد ما الجون التالت لليفر جه. تمام. طيب إيه رأيك بقى إن قبل اللقطة دي على طول صلاح كان بيحتفل بالجون؟ هوريها لك. شفت؟ أهو بيحتفل. طيب هو ليه رمى الإزازة؟ السؤال ده يعني قعدت كتير أفكر في إجابة ليه، لكن في الآخر وصلت إن هو مش ممكن يكون هو نفسه اللي كان عايز يجيب هو الجون ده. مش ممكن كان متضايق إنه اتغير، وإن هو شايف إن كان ممكن يساهم في الجون اللي جه ده. مش ممكن كان متضايق علشان الكرة اللي اتقطعت منه وجات الجون التاني لباريس سان جيرمان. مش ممكن متضايق عشان الجون اللي جابه والحكم ما حسبوش، مش كده؟ المهم في الآخر يعني أنا عايز أقول إن أنا بدعم محمد صلاح، وكمان عايز أقوله شخصيا إن هو لسه عنده كتير في الكورة، وإنه لاعب عظيم وأفضل محترف مصري، وهيفضل نمبر 1 عندنا حتى لو ما جابش جوان خالص الموسم ده. واحب اهدي الاغنيه دي. علي صوتك. غنوتك وسط اللي انجرح
في النهاية لو عجبتك الحلقة دي يا ريت تعمل لايك وشير وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. سلام.